اهلا بحضراتكم في هذه التغطيه. هنتكلم في هذه التغطيه عن ضخ وزاره الزراعه للمنتجات والسلع الغذائيه تنفيذا لمبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربه الغلاء. وزاره الزراعه بتواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائيه بمنافذها وباسعار مخفضه جدا، واعلنت عن استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائيه من انتاج الجهات التابعه للوزاره ومراكزها البحثية، وذلك بجميع منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. أهلا بك يا دكتور، ومنورنا في تلفزيون اليوم السابع. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية عاوزين نعرف منك ما هو الجديد فيما تطرحه الوزارة من المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين؟ يعني لو تسمح لي أشكر حضرتك، وطبعا احنا شايفين جهود كبيرة تم بذلها في قطاع الزراعة في الفترة الماضية، يمكن من 2014 واحنا بنستمر هذا القطاع وبنضيف فيه مشروعات استثمارية كبيرة، سواء لزيادة المساحة المنتجة أو أيضا زيادة القدرة الإنتاجية للثلاثية الأرض والمياه، وبالتالي ده خلى في فرصة ان يكون عندنا في وفر في المعروض من معظم السلع والمنتجات الرئيسية اللي بيحتاجها المواطن من اصل زراعي، وكمان بنصدر ما يفيد للخارج، وبالتالي احنا عندنا بند الاتاحة، ودي امر مهم جدا يكون عندك الاتاحة من المنتجات والسلع المختلفة، وبالتالي لما بنلاقي اي زيادة غير مبررة فورا بيتم ضخ كميات اضافية منها من خلال المنافذ التابعة للدولة المصرية. وطبعا كان توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بضروره ان احنا نفتح المنافذ ويكون موجوده بشكل مستمر بدايه من دلوقتي حتى شهر رمضان المعظم علشان التخفيف عن كاهل المواطنين. طيب. طبعا في هذا الاطار احنا فتحنا مجموعه من المنافذ وبنضيف فيها كميات اضافيه من السلع والمنتجات الغذائيه. دي النقطه اللي انا كنت هتكلم مع حضرتك فيها. بالنسبه للمنافذ والاماكن اللي بيتم طرح السلع الغذائيه فيها، ازاي نقدر او ازاي يقدر المواطن ان هو يعرف الاماكن ديت موجوده فين في كل محافظه من المحافظات؟ يعني لو بنتكلم على الاماكن المنافذ، احنا عندنا منافذ واضحه ومعلنه في مختلف مناطق الجمهوريه في مختلف المحافظات، اكثر من 243 منفذ ثابت، ودول واضحين جدا، سواء منافذ قطاع الانتاج او منافذ الاصلاح الزراعي او منافذ كل الجهات التابعه للوزاره زي الزراعه المحميه وما الى ذلك، وبنقدم فيها المنتجات الزراعيه في ضمن مبادره خير مزارعنا لاهالينا، وبالتالي ده مكانها واضحه. عندنا كمان 30 سياره متنقله، ودي بنحطها تحت تصرف اجهزه الحكم المحلي بتضخها في الاماكن اللي هي شايفه انها محتاجه اكتر او ما وصلتلهاش المنافذ بشكل اكبر او القرى او الاسبوع، ودول بيتم توجيههم وفقا لتوجيهات الساده مسؤول الحكم المحلي او الساده المحافظين، وبالتالي برضو بيكون مكانها واضح لان اكيد الاداره المحليه بتكون محدده اماكنها، وبالتالي بيتم الاعلان عن المكان المتواجد فيه. ده كلام ممتاز جدا، ولكن احنا خلاص يعني نقدر نقول في صراحه، طيب باقي اقل من 90 يوم على شهر رمضان المبارك، هل هتستمر هذه السلع بهذه الاسعار المخفضه خلال شهر رمضان، ولا هيكون في خطه مختلفه لشهر رمضان باذن الله؟ يعني واحنا دايما الحقيقه بنقدم عروض خلال شهر رمضان، ويمكن كان توجيه القياده السياسيه وتوجيه دوله رئيس مجلس الوزراء ان احنا يكون في المنافذ المعدل لرمضان، وايضا الشوادر يتم تجهيزها زي شوادر اهلا رمضان تبدا ان شاء الله من بدايه يناير، يعني وفقا لتوجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء لوزاره التموين، فاكيد ده بيزود حجم المعروض، واحنا بنزود المعروض لان احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك عندنا اتاحه، وبالتالي في وفره في المنتجات، ف مش مقبول ابدا ان يكون في زياده غير مبرره في الاسعار، وبالتالي ده بيكون بديل مناسب اللي هي المنافذ. احنا بنتكلم في 273 منفذ تابع لوزاره الزراعه، بنتكلم في منافذ تابعه لوزاره التموين، بنتكلم في منافذ امان، منافذ وطنيه، مبادره خير مزارعنا لاهالينا اللي احنا اطلقناها، مبادره كلنا واحد اللي اطلقتها وزاره الداخليه، فالعديد من المبادرات ده بيفتح فرصه امام المواطن لضخ او ان يكون في وفره من المعروض امامه، وبالتالي بيبقى في بديل مناسب وبديل جيد بيغطي مختلف شرائح المجتمع من خلال هذه المبادرات والمنافذ، فلو شاف ان في منتج غالي في مكان ما هيقدر يلاقي البديل اللي يشتري منه هذا المنتج او هذه السلعه باسعار مناسبه، فده يحكم السوق ويؤدي الى استقرار واتزان السوق ومنع اي مغالاه غير مبرره، اضافه لان كمان
دوله رئيس مجلس الوزراء وجه الحكومه ان يكون في قرارات رادعه بتسعير المنتجات، وان يكون في عمليات حملات ضبط للاسعار وعمليات البيع، وبالتالي ده كمان هيساهم بشكل كبير في السيطره واحكام السيطره على الاسعار، وده كله في النهايه هيعود على المواطن بالنفع في استقرار بالاسعار وبالتالي زياده في القوه الشرائيه بتاعته، وده كله ان شاء الله يكون مستمر حتى الوصول الى شهر رمضان المعظم، وباذن الله يكون هذه الفتره فتره خير على الدوله المصريه وفتره استقرار في الاسعار، في ظل الحقيقه ان احنا بنواجه تحديات اقليميه ودوليه عنيفه جدا. احنا شايفين من اول 2020 والدنيا الازمات الدوليه متكرره وازمات قاسيه بتضرب دول العالم، حتى ان العديد من دول العالم اللي كنا بنقول عليهم دول عظمى يعني بداوا يقللوا او يحطوا قيود وقواعد لشراء اي منتج او اي سلعه، وده ما شفناهوش في مصر لان عندنا الحمد لله شغل احنا بداناه مبكرا من اول 2014 ومستمرين فيه، وعندنا اخلاص واجتهاد في ان يكون كل العمل لصالح وخدمه المواطن المصري الذي هو على راس اولويات الدوله المصريه، فاكيد ده بيخلينا نقدر نتجاوز مثل هذه الازمات دي باذن الله. طيب اخيرا وقبل ما اختم مع حضرتك، في بعض السلع من وقت للتاني بنسمع ارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه، وبنبقى عارفين في الغالبيه العظمى ان الاسعار المبالغ فيها ديت بتبقى من قبل التجار اللي بيستغلوا الاوضاع الراهنه في العالم كله علشان يرفعوا اسعار السلع بشكل مبالغ فيه زي البيض والدواجن واحيانا الارز. عاوزين حضرتك تكلمنا عن اسعار هذه المنتجات حاليا. يعني هو الحقيقه احنا بنتكلم على متوسطات اسعار المزارع زي ما حضرتك بتقول، المنتج الزراعي سواء منتج الدواجن او المنتجين المختلفين بيبيعوا بالاسعار ما بتكونش اسعار مرتفعه الحقيقه، يعني الفراخ تطلع من المزرعه اقصى سعر وصلت ليه كان 43 جنيه كيلو من على المزرعه، وده سعر الحقيقه مش سعر عالي بالفرن بالاسعار اللي بنسمعها في السوق، كان قبل كده كان بيطلع السعر باقل من 40 جنيه، ده يمكن السعر ارتفع في الفتره الاخيره، ده ما بنشهدوش يعني الحقيقه بشكل ملاحظ، والارتفاع ده او الزياده دي الحقيقه كان سببها ارتفاع التكلفه نتيجه حركه التجاره الدوليه ونتيجه ارتفاع المدخلات بشكل كبير، فده يعني ده الوضع القائم. اما بقى بالنسبه لموجات الغلاء اللي ممكن تكون موجوده بسبب امور غير مبرره او تصرفات بعض التجار اللي بيستغلوا الظروف او الازمات هذه الازمات الدوليه، فده الدوله اخذت اتجاه انها تحافظ على المواطن المصري ووضع قيود وضوابط، الحياه الدوله المصريه جاده في خدمه المواطن المصري، الدوله المصريه بتضع المواطن المصري على راس اولوياتها، الدوله المصريه بتسخر كل امكانياتها من اجل ان الا يشعر المواطن المصري بالازمات اللي موجوده عالميا، او على الاقل نقلل من حجم الاثار اللي ممكن تكون موجوده واللي بنشوفها حوالينا. الحمد لله الامور بتسير بشكل جيد، والدوله بتعمل بكل ما اوتيت من قوه من اجل توفير كل احتياجات المواطن. ده حقيقي طبعا، واحنا كلنا شايفين دوت وبنتمنى استمراره. دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا. شكرا مسؤول السادة المشاهدين على حسن المتابعة. دي كل التفاصيل والمعلومات عن المجهود الكبير الحقيقة اللي بتقوم به وزارة الزراعة في توفير العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية اللي بيحتاجها المواطنين في مختلف المنافذ التابعة لها علشان تكون موجودة في متناول إيديهم بأسعار مخفضة. بشكركم مرة تانية وإلى اللقاء.